بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. موضوعنا اليوم يتعلق بمفهوم المعارض أو المعارضة. بعد السنوات الأخيرة نلاحظوا بأن هناك عدد كبير من الناس يظنوا نفسهم بأنهم معارضون أو يعارضون النظام، مع العلم بأن مش تكون معارض، خصك تكون بعدك واحد الإنسان مثقف، واحد الإنسان ذو معرفة عالية سواء في القانون أو القانون الدستوري أو العلوم السياسية، وبأن المعارض قبل ما تعارض أنه تكون أولا من أناس اللي تكون عندهم واحد الدراية واحد الإمام في الإقناع الآخر، وتيرتكز على أسس علمية وعلى أسس معرفية، ما تيسبش وما تيقدفش، وأنه ما تيبغي ينتقد أو لا يعرض تيقدم لك الحجة والبيان والدليل بدون مس كرامة الإنسان أو الجرح أو المساس بالعرض لأي شخص كان كنا تنعرضه. إذن فالمعارضة هي واحد الفن يدرس ويتقن في المعاهد العالية، ماشي أي إنسان يجي يمكن له يقولك أنا معارض قيسب في الناس وفي الأشخاص بدون حق وبدون واجب وبدون حتى دليل أو برهان. باش تكون معارض خصك تكون عندك حسن الكلام، وتكون قادر باش تقنع الآخر بواحد الأفكار علمية، واحد أفكار مدروسة اللي تتخليش أي مجال للشك. هذا هو مفهوم ديال المعارض. المعارض هو الإنسان المثقف، الإنسان العالم، الإنسان الدارس، الإنسان الذي يتكلم على حق بدون المساس بكرامة أو شخصية الإنسان الذي نريد أن نعارضه. ولهذا متكون تنصنتو مثلا في الدول المتقدمة، الدول الديمقراطية، تنشوفوا مثلا بحال الصورة دابا اللي عطاها لنا أمريكا، كيفاش المعارضة تتكلم على النظام القائم بدون ما تجرحه، بدون ما تتمسه، بدون سب، بدون قذف، كيفاش تتقدم الأدلة ديالها والبراهين ديالها على سوء تدبير المرحلة اللي كان يقضيها ترامب بالحكم ديالو. وفي نفس الوقت نشوفوا أو تاني الفريق الآخر المؤيد ديال ترامب كيفاش تيجاوب وتيحاول تهو يعطي أدلة وآراء اللي تتحط وتتكذب الأدلة اللي أدلى بها المعارض. فحبذا لو أننا نكونوا حال هاد الناس هادو، أننا من بغيو نعرضو شي شخص أو لشي فكر أو لشي حاجة، نكونوا أصلا عندنا واحد المعرفة أو عندنا واحد الدراية علاش نهضرو وعلاش تنتكلمو وعلاش تندويو. ماشي تحسب كنت المعارضة هي أنك تجي وتبقى تسف الناس بدون وجه حق، تبقى تقول ديك الكلام الساقط والنبي ويجيبك الله راك انت وليتي معارض. لا، معارض لا بغيتي تكون معارض او لشي حاجه،
من الواجب أنك تكون بعدك أنت أولا مثقف، تكون أولا رجل معرفة، تكون أولا عندك واحد الدراية في القانون وفي القانون الدستوري ولا في العلوم السياسية ولا علم الاجتماع، تكون عندك الفن ديال التواصل مع الآخر، وتكون تعرف بأنك لمس